اهي بقى طلعناها من الصينيه اهي، طلعناها من الصينيه. بسم الله ما شاء الله، ريحتها تجنن، ريحتها والله العظيم تجنن، رهيبه رهيبه رهيبه. يا ترى الريحه دي من ايه؟ لا بردوره. لا بردوره، والاوريجانو برده متهيألي ولا ريحتها حلوه قوي. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اشتركت في الفيديو ده انا والشيف وعملنا زي ما احنا شايفين كده بيتزا للعيله للاسره. ده غدا بسم الله ما شاء الله رهيبه. انا عملت العجينه وهو عمل التوبنج اللي عليه من خضار، توبنج خضار في نصين، نص خضار ونص خضار تاني. هنشوف مع بعض كل حاجه بالتفصيل ان شاء الله. رهيبه من غير عجن ولا تخمير ولا اي حاجه، 10 دقائق والله باذن الله هتعملي غدا بيتزا للاسره كلها، هيحلفوا بيه، ريحه وطعم يجننوا. اوعي تشتريها بالغالي من بره، اوعي ولا اي حاجه، اعمليها ببيتك و10 دقائق وتبقى جاهزه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل. ولكن لو لاول مره بتشوفوني، معكم قناه هنمود، بقدم اكلات لنفسي وكمان اكلات لزوجي شيف ميمو. في الفيديو ده اجتمعوا الجبابره وعملنا فيديو ليا انا والشيف، اكله ليا انا والشيف. ان شاء الله باذن الله تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك وسبسكرايب فضلا وليس امرا. ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل الذ واطعم واسرع بيتزا بتوبنج لذيذ جدا من الخضار هيعجبكم قوي قوي قوي، التكات والحاجات البسيطه دي اللي تنجح البيتزا. بعد الفاصل تابعوني. احنا بقى محتاجين للبيتزا بتاعتنا ده نص لتر من الميه، ميه عاديه، وده نص كيلو دقيق متعدد الاغراض. اول حاجه بس نصلي على نبينا عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هندوب حاجتنا في الميه، تبقى عباره عن ايه؟ للنص كيلو دقيق ونص لتر ميه، معلقتين صغيرين ملح، معلقتين صغيرين سكر، وكمان دول 16 جرام خميرة فورية سريعة المفعول، يعني 4 معالق صغيرين مليانين، 4 معالق صغيرين مليانين 16 جرام خميرة فورية سريعة المفعول. هندوبها في المية ليه؟ علشان تبقى المية متدوب فيها كل حاجة، ما يجيش حاجة يعني حتة فيها حتة أكتر مثلا ملح وسكر وحتة لأ، أو الخميرة تيجي في حتة أزيد، فاهمين؟ فبندوب في المية كل الحاجات دي كويس قوي، ونحطها على الدقيق فنضمن ان الدقيق كله يبقى متشرب بكل حاجه مظبوط، يعني كله متساوي في توزيع الحاجات عليه. خلاص اهي دوبناها، نحط بقى على الدقيق ونقلب. طبعا احنا مجربين المقدار ده وعارفينه مظبوط المظبوط، فانا دلوقتي هحط كل الميه مره واحده على الدقيق واكمل تقليب. لكن لو لاول مره حضرتك بتعمليها هتعملي ايه الاتي؟ هتجيبي العكس، يعني يبقى الطبق الكبير ده الاحمر ده هو اللي فيه الميه، وتحطي دقيق شويه وتقلبي، وشويه دقيق وتقلبي، وتشوفي هياخد النص كله ولا اقل سنه، يعني تمام. المهم ان هي في الاخر هتطلع عجينه فيها مطه، هتشوفها دلوقتي، يعني هنشوفها دلوقتي مع بعض. لكن انا بس حبيت انوه الحته دي، انا عارفه ان ده المقدار المظبوط الميه للدقيق بنعملها وعارفينها خلاص. لكن حضرتك لو اول مره مثلا تعمليها، بنوته اول مره ست تعملها، ما يجراش حاجه، جيبي الميه وحطي عليها شويه دقيق وقلبي، وشويه تاني وقلبي لحد ما توصلي للقوام اللي هتشوفيه معايا دلوقت. فاضل بقى ايه؟ نحط معلقتين زيت كبار، معلقتين زيت كبار، ونكمل تقليب. حضرتك لو عاوزه تحطي معلقتين زيت زيتون اوكي، انا حاطه زيت عادي مفيش اي مشكله تمام، لكن لو زيت زيتون يا سلام يبقى احسن، ما يجرش حاجه. اهي بصوا خلاص اهي تمام، ده القوام اللي احنا عايزينه اهي، تبقى جامله كده. هنجهز بقى الايه؟
الصينية اللي احنا هنفردها فيها، هنحطها فيها اهي. اوكي نجهز بقى الصينية، هنحضر بقى الصينية اللي نعملها فيها. احنا هنعملها في صينية واحدة، اللي عايز يعملها في صينيتين هو حر. نحط شوية زيت كده وبايديكي كده ايه تدهني كل حته فيها. وبعدين هنجيب شويه بقسماط ناعم، وبعدين هننزل بالعجينه كده بسم الله الرحمن الرحيم ونفردها. نفردها كده، نفردها بقى كده. نحاول نسويها اهي بقى، فردناها تمام اهي. هنحط بقى على وشها ايه، هنشوف دلوقتي حالا. حطينا بقى ايه صلصه طماطم حسب الموجود عندك، صلصه طماطم عاديه. وبعدين هنرش رشه ايه اوريجانو اللي هو الزعتر، رشه بسيطه كده. وهندخلها الفرن اللي طبعا مسخنينه من ربع ساعة. خلاص يلا بقى بينا هندخلها الفرن. وهي بقى بعد حوالي يعني حسب فرنك هندخل بقى، هنحط عليها ايه دلوقتي. انا نسيت بس اقول لكم ان احنا قبل ما نحطها الفرن حطينا شوية زيت كده على الوش. خلاص هنحط عليها بقى البيتزا، الخضار. الشيف بقى هيحط الخضار، طماطم مكعبات اهي، طماطم مكعبات عاديه خالص ما عليهاش اي حاجه. طماطم اه عليها ملح وشويه فلفل اسمر وشويه وزعتر وشويه فلفل اسمر وزعتر، نقطه زيت ونقطه زيت ده على الطماطم، ملح وفلفل اسمر وزعتر لو عندك، ورقه الريحان. ورقه الريحان اوكي. والمرة الأولانية اللي احنا دخلناها فيها الفرن دي اللي احنا لسه مطلعينها دلوقتي قدام حضراتكم ما خدتش مننا ربع ساعة، ربع ساعة بإذن الله. وشفناها بخلة لقيناها استوت. وكمان هيحط الشيف، هيحط ايه فلفل ألوان يا شيف؟ عامله ازاي فلفل ألوان اهو؟ ايوه متشوح، فلفل ألوان متشوح مع بصلايه، مع بصلايه يعني شوحنا البصل وبعدين نزلنا بالفلفل الألوان بشوية زيت كده، شوحنا البصل ونزلنا بالفلفل الالوان. ريحته جميله. وكمان هيحط الشيف النص التاني اهو، النص التاني بقى هنحط عليه كوسه. كوسه عامله ازاي يا شيف؟ بصل متشوح، بصل متشوح عملناه ايوه معاه شوحناه اهي، بصل شوحناه ونزلنا عليه بحلقات الكوسه مع شويه ملح وفلفل اسمر، مع شويه ملح وفلفل اسمر. يبقى عملنا بيتزا بالخضار ادي نصين اهم، نصين اهم بدل ما نشتريها من بره اهي، تعملها بمنتهى السهوله. ونجيب بقى الموتزاريلا، هنحط بقى الموتزاريلا بتاعتنا. يبقى اكلنا اولادنا ايه بيتزا بالخضار، نشتريها غاليه. وهندخلها برضو الفرن ايه بس بعد ما نكمل وضع الموزاريلا، وهنرش عليها رشه برضو ايه زعتر بسيط وزيت. حاضر هنرش شويه زعتر اللي هو الاوريجانو، رشة كده عشان تبقى ريحته جميلة. وندخلها وندخلها الفرن، وندخلها الفرن.
مده بسيطه بقى وتبقى خلاص لحد ما الموتزاريلا تسيح بس. خلاص هندخلها الفرن ونشوفها بعد ما تخرج من الفرن. اهي بقى خرجت من الفرن بسم الله ما شاء الله جاهزه للتقديم. هتهدى بس سنه كده ونقطعها مع حضراتكم. اهي بسم الله ما شاء الله لذيذه قوي وهشه وقطنيه وسواها مظبوط مليون في الميه. خدي بس حضرتك المقادير بالمظبوط بالمظبوط. عايز تعملي اقل يعني مثلا بدل ما هو نص كيلو دقيق اعملي ربع كيلو دقيق وكذلك بقى ايه وهكذا بقيه المقادير. ربع لتر ميه، معلقه صغيره يعني كده. عايزه تكتري نص كيلو دقيق يبقى كيلو دقيق، لتر ميه، اربع معالق صغيره ملح وهكذا. تمام. لذيذه جدا وريحتها كانت تجنن قسما بالله العلي العظيم. انا اصلا مش من عشاق البيتزا، مش هكذب عليكم، انا ما بحبش البيتزا. اللي عرفني يعرف ان انا مش بحب البيتزا قسما بالله. الروعه. بس لما كنت في ايطاليا كنت باكل من ايد زوجي يعني البيتزا اللي هي الكامبانيولا. الكامبانيولا هناك اللي هي بالخضار بعشقه. وهنا بقى جددت ايه العهد بالبيتزا الكامبانيولا وجمالها وحلاوتها وطعمتها خطيره يا جماعه ورهيبه. جربوها بنفس المقادير مظبوط. لو عايزه تقللي يعني عدد افرادكم اقل مثلا وعايزه حاجه بسيطه يبقى ربع كيلو دقيق على ربع لتر ميه وهكذا. تمام. مش تندمي واعمليها. ولادك يفرحوا بيها قوي، ريحتها تجنن، طعمها يخبل، هشه وقطنيه وسخنه مع الموتزاريلا مع الخضار. اسكتوا بقى لحسن خلصت. وانا الاول مره في حياتي اشتاق لبيتزا. انا قسما بالله ما كنت باكلها يعني ماليش فيها قوي، بس كنت باكلها في ايطاليا من زوجي الكامبانيولا هناك. كانت روعه حكايه. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم باذن الله ان شاء الله تعجبكم. عشان انتوا حبايبي ما تنسوش اللايك وسبسكرايب فضلا وليس امرا. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو تاني جديد، وصفه جديده من وصفات قناه هنموت، سواء ليا او لزوج الشيف ميمو او يبقى في لقاء الجبابره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. Thank you.